إن لفظ مستند أو document في برنامج Expression One يعني الصفحات أو المكونات التي يمكن إضافتها إلى الموقع. لإدراج صفحة ويب إلى الموقع الذي أنشأته، قم بالضغط على قائمة File، ثم اختر New. بعد ذلك قم بالضغط على Page، وقم باختيار HTML. سيقوم البرنامج بإدراج صفحة جديدة إلى الموقع، علماً بأن الموقع ليس سوى مجموعة من الصفحات. يمكنك تحديد خصائص الصفحات من خلال اختيار File، ثم Page Properties. فمثلاً يمكنك تغيير لون الخلفية ولون النص. بعد ذلك يمكنك التحكم بالنص من خلال الشريط الظاهر هنا. يمكنك أيضاً إدراج صورة على صفحة الويب، وذلك من خلال الانتقال إلى المكان الذي تود إدراج الصورة فيه، ثم قم بالضغط على Insert Picture from File، وقم باختيار الصورة التي ترغب في إضافتها. سيظهر لك مربع Accessibility Properties يطلب منك إدخال النص البديل في حال عدم ظهور الصورة. بعد ذلك قم بالضغط على OK، وسيتم إدراج الصورة على صفحتك.